وصل صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر بحفظ الله ورعايته إلى دولة الكويت الشقيقة في زيارة أخوية يلتقي خلالها بصاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت وسمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح ولي العهد وسمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء لبحث عدد من الموضوعات التي تستهدف دعم وتعزيز العلاقات البحرينية الكويتية والارتقاء بالتعاون الثنائي بين البلدين. وكان في استقبال صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بالمطار سمو رئيس مجلس الوزراء بدولة الكويت الشقيقة ونواب رئيس مجلس الوزراء وعدد من كبار المسؤولين بدولة الكويت الشقيقة وسفير دولة الكويت الشقيقة عميد السلك الدبلوماسي لدى مملكة البحرين. وقد أدلى صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء لدى وصوله دولة الكويت الشقيقة بالتصريح التالي: يسعدنا أن نزور بلدنا الثاني دولة الكويت الشقيقة للقاء أخينا صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت وتقديم التهاني لسموه بمناسبة شهر رمضان المبارك في إطار نهج دأبنا عليه وتقليد سنوي نحرص على الالتزام به لنعكس ما نكنه على المستويين الشخصي والرسمي لصاحب السمو أمير دولة الكويت الذي كرمه العالم بتكريم مستحق وبجدارة بمنح سموه لقب قائد العمل الإنساني. وننتهز هذه الفرصة لنستذكر بالعرفان والتقدير والإكبار المواقف المشرفة لدولة الكويت بقيادة سموه في دعم جهود التنمية بمملكة البحرين في مختلف المواقف والظروف، كما يسعدنا أن نحمل معنا من خلال هذه الزيارة حب ومودة وتحيات أهل البحرين وشعبها وفي مقدمتهم حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى إلى دولة الكويت أميرا وحكومة وشعبا الذين يحظون بموقع متميز في مشاعر الود والتقدير في نفوس الشعب البحريني المحب. وإننا نرى الزيارة فرصة للتأكيد على عمق ومتانة العلاقات الثنائية التاريخية المتجذرة بين بلدينا وأن نناقش خلالها كل ما من شأنه تنمية التعاون الذي نتطلع دائما أن يكون في مستوى العلاقات المتجددة والمتنامية بيننا والعمل على تطويرها لتصب في خدمة شعبيهما الشقيقين ومصلحة البلدين المشتركة، كما ستهيئ هذه الزيارة الأخوية الفرصة لنا للقاء أخينا سمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح ولي عهد دولة الكويت الشقيقة وأخينا سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس الوزراء، متمنين لهذا البلد العزيز بقيادة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح دوام التقدم والازدهار والاستقرار والنمو في مختلف المجالات.